موجود في النهارده طبعا فوز عداله المره الرابعه على التوالي بتشاهد قدم في الدقيقه الاخيره اداء كويس. تعليقك النهارده على الماتش، الصعوبه اللي مصر واجهتها هي اصعب لحد دلوقتي، كانت المباراه الوحيده اللي كان فيها منافسه قويه. هو الحمد لله كلنا مبسوطين احنا كسبنا النهارده. الموضوع كله ان ماتش كويس وماتش ما عملوش كويس وماتش كويس وتونس ماتش يعتبر نهائي لوحده. كل الناس كانت ممكن شايفه ان منتخب مصر يفرق شويه عن منتخب تونس، بس الكلام في الملعب ما بيبقاش بيبقى مختلف. هم النهارده لعبوا جيم كبير واحنا عارفين ان هم هيلعبوا جيم كويس، فطبيعي عليهم بطولات اكتر مننا بقى لهم فتره هتلاقيهم مش ماشي معاهم كويس. فاحنا كنا مستعدين كويس للصعوبه اللي هنلاقيها النهارده، عشان كده على طول ال 60 دقيقه غالبا ما عليش علينا جول. كل ماتش احنا بنلعب الماتش ده احسن. المباراه النهائيه قدام كامبيرج شايفها هتبقى ازاي؟ هل منافس كامبيرج يعني طبعا محقق مفاجات كبيره لحد دلوقتي، مطلع محاولات قويه، المباراه هتشوفها ازاي؟ هتستعدوا لها ازاي؟ بالنسبه للاستعداد احنا كده كده يعني ما بنعرفش حاجه كانت قبل الماتش بيوم، فاحنا النهارده لعيبه كلها هتريح بيهم بكره هيستعدوا المباراه. الحاجات بقى بتاعت المدير الفني. ودي كلمه للجمهور المصري في المباراه النهائيه. والله احنا يعني النهارده بشكل كويس والناس بتدعمنا كتير، بس ماتش الفاينل يعني اخواننا بيجيبوا بيبقى اكتر من كده والتشجيع اكتر والتشجيع اكتر. يعني جنوب افريقيا في مصر مش حاجه قليله خالص كجول التالت او اي لعبه في مصر. هل شايف الدعم الجماهيري لحد دلوقتي كافي ويرجي طموحكم ولا لا في اكتر وفي احسن من كده؟ هو يرجي طموحنا طبعا. العدد الكبير الموجود النهارده يعتبر الصاله كبير يعني كلها من طول النهارده. فربنا يعني يكون ان شاء الله الناس كلها موجوده برضه الماتش الجاي وربنا يكرمنا ونفع.